السلام عليكم. اليوم راح اشرح لكم موضوع بالبيدياتريك اوف جي اي سيستم، الاطفال الجهاز الهضمي، الدودينيا اتريجيا. طبعا تعريف بسيط، شنو معنى الدودينيا اتريجيا؟ اتريجيا معناها نهايه عمياء، اي نهايه مغلقه. طبعا الدودينيا يعني الاثني عشري، أي النهاية المغلقة للاثني عشري. طبعا الاثني عشري في الحالة الطبيعية هو يكون مرتبط بالجوجينيوم، وبالتالي في هذه الحالة راح يكون مغلق وراح ما يسمح للطعام يمر. راح أشرحها بشكل بسيط على شكل رسم. طبعا هنا عندنا الإسوفيغاس مرتبط بالستومك، الستومك مرتبط بالجوجينيوم، الجوجينيوم مرتبط بالجوجينيوم، ويكمل الجهاز الهضمي بهذه الطريقة. طبعا هنا أنا ايضا عندنا البنكرياس ينفتح ايضا في الدودينيوم، اضافه الى عندنا المسار الصفراوي اللي يطرح العصاره الصفراويه والبايل، هذه الكومن بايل دكت اللي تاتي من الهيباتيك دكت والسيستيك دكت اللي تاتي من المراره او الجول بلادر. طبعا هنا عندنا الكبد ايضا، فالطعام يمر بهذه الطريقة ويكمل مسار. في حالة الدودينال اتريجيا ايش راح يصير عندنا؟ هذا المسار راح يكون مغلق. طبعا هذه حالة كونجنيتال، اي يعني حالة ولادية، اي في المراحل التكوين الجنينية هناك خلل يؤدي الى هذه الحالة. قسم كبير من المرضى يعانون من متلازمة داون او داون سيندروم اللي هي ترايسومي 21 اللي هي خلل في الكروموسوم رقم 21 متلازمة داون، ممكن تصير عندهم هذه الحالة. راح يصير في هذه الحالة طبعا مثل ما تلاحظون هنا انغلاق كامل للدوادينوم، وما راح يقدر الطعام يمر حتى يروح للجوجينيوم ويكمل مساره. فأول يوم من أيام الطفل أو أول يوم راح يجي للطفل للدنيا شو راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا بيليروس فوميتينج، أي قيء لونه أخضر يحتوي على البايل، قيء لونه أخضر يحتوي على البايل. لماذا؟ لأن البايل طبعا مثل ما يمر بهذه القناة المفروض يخرج من الكومن بايل دكت ويذهب للاثني عشري ويكمل مساره نحو الصائم، لكن في هذه الحالة البايل ما راح يقدر يمر من خلال الأتريجيا أو هذا الانسداد الأبستراكشن، فراح يتجمع. طبعا ايضا راح يذهب الى المعده، راح يرجع للمعده وراح يرجع عن طريق القيء. لماذا يصير عندنا قيء؟ طبعا لازدياد الضغط داخل المعده والاثني عشري راح يخرج، يعني الطعام ما راح يقدر يخرج اضافه للبايل، فراح يخرجون سوى البايل والطعام في هذه المنطقه وراح يخرج لنا قيء لونه اخضر. اضافه لذلك راح يصير جوندس، المريض راح يعاني من ابو صفار. لماذا؟ لانه مثل ما تعرفون انه البايل هو اللي ينطرح ويا البليروبين، ينطرح ويا البايل، لكن في هذه الحالة كون الضغط ده يزداد في الدوادينام راح شي يسوي؟ راح ما يخلي قسم كبير من البايل انه ينطرح، راح يرجع البايل نحو الكبد، وبالتالي البليروبين ايضا ما راح يقدر ينطرح، والبليروبين راح يزداد في الدم وراح يؤدي الى ابو صفار. فهذا بالنسبة للبرزنتيشن. شنو ممكن يكون الدايجنوستس او كيف نعمل التشخيص؟ عن طريق برينيتال التراساوند. يعني شنو؟ راح نشوف في طبعا الطفل يكون في بطن امه في هذه الحاله برينيتال التراساوند، او انه نعمل سونار للطفل وهو في بطن امه، فراح نشوف المعده طبعا، راح نشوف 12 وراح نشوف النهايه المغلقه لل 12، وراح اشوفكم صوره للبرينيتال التراساوند بعد قليل. اضافه الى ايش راح نقدر نشوف بال اكس راي او بالاشعه. طبعا في هذه الحاله راح نشوف شغله هي الدبل بابل ساين. يعني شنو معنى الدبل بابل ساين؟ الهواء مثل ما تدرون انه يمر بالجهاز الهضمي من الفم طبعا الى الفارنكس البلعوم، ثم الى المرء، وبعدين يمر من المرء الى المعده، وبعدين من المعده الى 12 ويكمل مساره يروح نحو الجينيوم،
يعني الاسوفيغاس الاستومك بعدين الدوادينوم او الجدينيوم بعدين الجوجينيوم، لكن في هذه الحاله الهواء ما راح يقدر يمر لكون هناك ابستراكشن، هناك انسداد في هذه المنطقه، فالهواء راح يتجمع في ال 12 دوادينوم راح يتجمع بالهواء، طبعا راح يتجمع ايضا في الاستومك بالمعده، فبالتالي راح يؤدي الى تكون فقاعتين من الهواء في هذه المنطقة، وطبعا الهواء ما راح يقدر يمر في باقي الأمعاء، فراح يتكون عندنا ساين اسمها الدبل بابل ساين، اللي هي علامة الفقاعتين أو الفقاعة المضاعفة. بالتالي راح يكون عندنا فقاعة في المعدة أو فقاعة هواء في المعدة، لأن هواء ممكن يأتي المعدة وممكن يجي للدوادين، لكن مستحيل أن يمر إلى باقي الجهاز الهضمي لأن هناك انسداد. فمن هذه الحالة ممكن أن نشخصها. طبعا هذا مثل ما تشوفون هنا المعدة، هذا طبعا هذا البروب المسبار اللي من هذه الجهة، وده نشوف احنا الطفل، ده نشوفه هنا بالالتراساوند بالسونار، هذه المعدة وهذا الاثني عشري. طبعا هناك انغلاق في باقي الاثني عشري، بهذه الطريقة ممكن تعرف انه عندك دوادينال اتريجيا. وهذا بالنسبة للاكس راي، مثل ما ده نشوف هناك هواء في المعدة، هناك هواء في الاثني عشري، ولكن في الجزء الباقي من الامعاء ما نلاحظ اي لون اسود، اي معناته لا يوجد هواء. لماذا يظهر الهواء باللون الاسود؟ لان الاكس راي تظهر ان الاجسام ذات الكثافه القليله باللون الاسود، وذات الكثافه العاليه مثل العظام تظهر لنا باللون الابيض. هذا بالنسبه للدايجنوسيس. المانجمنت او كيفيه نعالج الحاله، طبعا نقطع أي شيء للطفل عن طريق الفم، nothing per mouth، يعني ما ننطي أي شيء أي طفل أو أي طعام أو يشرب من خلال الفم، لأن ما نريد نفاقم الحالة. أيضا ننطي له fluid IV fluid، يعني ننطي له سوائل عن طريق الوريد حتى نعوض نقص الماء ونقص الأملاح في جسمه، إضافة إلى أن ننطي له antibiotics، يعني ننطي له مضادات حيوية حتى يصير عنده infection. والديفينيتيف تريتمنت، يعني النهايه او التريتمنت النهائيه، العلاج النهائي راح يكون عن طريق الجراحه. الجراحه انه هذا الابستراكشن وهذا المكان البي ابستراكشن بي انسداد، طبعا هنا الجينيوم وهنا الجينيوم، هذا المناطق هذه المنطقه اللي بيها ابستراكشن راح نقطعها ونرجع نربط الجينيوم بالجينيوم، بالتالي راح يمر الطعام من خلال هذا المسار، بالتالي راح نكون حلينا المشكلة والطعام راح يقدر يمر وتكون المشكلة انحلت. هذا بالنسبة لمحاضرة اليوم، واللي يحب يزورنا على صفحتنا بالفيسبوك باسم الميد كورس كلينيك، واللي يريد يستفسر على الكورس الطبي الشامل اللي نقدمه ممكن الاتصال على الأرقام الموضحة بأسفل الشاشة. شكرا لاستماعكم وأتمنى لكم يوم طيب.